لاباس بيوع اليوم؟ لا يا كيكة، نهار اليوم والبارح معنا ناقص شوية الخدمة. نعيطوا معاك؟ عايتي والله بيه. ايش تعيط؟ كنجي نعيط كلامار شفريت. ايه حاب نعيط لك يعني؟ ايه وريني انت كيفاش ترى. كلامار شفريت. هيك لعبت عايد شوية اخدم. سليع بريمة سليع فريشكا سليع حية اخوي ايش اخو شوي شفريت نعطيك كعبة بهين صح ولا حية صح. ايه نفرح بصاحبي نعطيك كعبة بهين. نعطيك كعبة من قدام حاجة بيه نرمال عاد ايه بخاطر الناس الكل كيلو خويا هاي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي هذوما 13 و 313 بركة ان شاء الله يربح صح وبش في الباب وجوهكم مبروك هاي مرحبا بكم مرحبا قل لي الساعة صنعة هذه وين تعلمتها لا تعلمتها لهنا في المرشي انا جيت صغير المرشي بكل بديت بشوي ومن بعد وليت نخدم ننظف وحدي القشطر الشبريت نبيعها حاضرة نبيع فرويد ميركا وانت صغير ما انت علاش اخترت المرشي بالذات والله بحكم انه فاميليا اللهم صلي على النبي كلهم لهنا وجيت انا معناها صغير بالكل وبديت نخدم في المرشي لين معناها مشيت معايا الصنعة هذيك انا بقيت نخدم في المرشي حتى نبعد على المرشي ونمشي الخدمة أخرى نرجع ل... في الأخر نرجع لهنا حسيت روحك وليد تابع مع مرشي الحوت ما عادش فيها هذيك استكمل كل شيء نشوف من قبيلة في خفة يد مش عادية جونخ كعبة وراء أختة اللهم صلي على النبي أي نزرب في الشفرات نزرب برشا وهذيك علاش القشتر واحد يشتر اللي يبيعوا فاهم قشتر يقشروا لهم شكون يعطوا لشكون يقشروا لهم أنا نقشتر وحدي أم بليز تطلع الكعبة نظيفة أخزر السلعة فهمتني؟ إن شاء الله اللهم صلي على النبي وفي نفس الوقت طيح لي رتل أنا كيلو طيح لي رتل نبيعها بالرتل إيه علاش فارغة الشفريت؟ كيفاش؟ فارغة نحسها ماهيش فارغة تسمى معبية هذه كيلو طيح رتل هكا معبية مالا معبية خاطر الشفريت هذه نتاع بريك تاجين جويدة هي في الأصل جويد قداش كيلو شفريت؟ كيلو شفريت 12800 ماشي باش تاخذوا مقشر تاخذوا ب 13000 رتل 13000 رتل يعني اعتبارها هي ربح التنظيف والوقت وكل شيء سهلوها معناها وكا ما نبقوش نتفرجوا في السلعه حتى كما ثماش بيوع قشروها وتبيع مش المراه الحاذقه تجي تشري هاي المراه الحاذقه اشترى نساء تاع تونس حاذقين طيب صلي على النبي اسمعني تسب فينا انت تو لا انا نحب النساء باهيش تعاون فينا هاكم ان شاء الله اكيد اي مرتاح عليكم رجالكم الكل من غير يجوا هنا ينظفوا الحوت مرتك في الدار باز تعاونها مسكينه تو المراه الطيب والله مرتي انا ما نعاونهاش تعرف علاش؟ علاش؟ خاطرني انا نهبط التسعه نتاع الليل 10 نسلع انا نروح قبل شقال الفطر بساعه مين تسلع؟ نسلع مرشي دقرو فهمتني نهبط التسعه نتاع الليل ونجي نروح مع حكايه الاربعه نعمل ساعتين نوم نهبط السته لهنا نكمل نبيع الصلاه نزيد نروح مع ثلاث ما عادش نجم نعاونها معناها فهمتني هاك نعاونها قشر لها الشفريت قشر لها الشفريت تمشي يبدا عندها حوت انت تقشروا في الحوت ننظف نورمال عادي لو كيلو المقرونه ذاك شنيا تبعد عليك في العينين لا المقرونه مش من بعد في العينين المقرونه على الشفريت الشوربه والمقرونه توا وقتهم معناها تفرق في نسيل الحذقات مره اخرى اللي معناها الشفريت تجيب الشوربه هذا يجي هكاك يجيب الشوربه ويجيب المقرونه اي قل لي باهي الخدمه هذه معناتها اسكو قادره انها تعيشك ولا الحمد لله الشده في رب لاباس معناها مستورين والحمد لله ما فماش البرشة فماش شوية عايشين ديما فرحانين فما فلوس ولا ما فماش لاباس شدة في رب الحمد لله رمضان شوي معناها ونعم التواضع حاولوا معناها في رمضان واحد يستغل الفرصة معناها انه يلم شوي فلوس خاطر في بلادنا كتخزري لها معناها ناقص البيوع من بعد الثورة معناها ما عادش فما شيء معناها تخدم باش تعيش وكهو ما فماش فلوس فاضلة وين هكاك انا ما على باليش بالفلوس الفاضله ما عنديش دار وما عندي شيء وما حاجتي تلم باش تشري حق الملح ملح علاش ملح الملح دي ما يتقطعش في الدار الملح حق الملح حق باش يخلصوا الكراي وباش تلف الجره كيك مرتك اللي طيب نهار كامل هاي طيب هي قصرت لها طرف شفريت ماشي بالك صاي طيب مش طيب مش تاكل منها هي الماكله انا عادي كان علي انا كسكروت وديما تمشي طب حق الملح شنو هو اللي؟ شنو؟ قطعة ذهب، طرف فلوس، حاجة هكا يعني. لا ما نخممش فيها الذهب. الذهب ما نخممش فيه. ذهب علاش؟ ما نحبوش. غالي برشا وما نحبوش. شنو هي زايد؟ غالي؟ أي أنا أعطيني كيلو شفريت. فيه مصروف. فيه مصروف. مش نزلها كيلو شفريت؟
نزل لها كيلو شفريت ورذت رذت ما رذتش ما رذتش. شنو المشك؟ اما خير كيلو شفريت ولا طرف ذهب؟ خل تاكل. مش كيلو شفريت يعني، يعني ديما شفريت. اسمعني ايش نقول لك، مرتك نهار كامل تاعها. تحب الهمهمه ما تحبش الذهب. تحب تاكل. حاسين مصلي على النبي، خذيتها 69 كيلو توا 85. فضلكوا يا بنت، تجيش نروح في الدار بنلقاك زاد. انت عادي راهو على الاقل كلمه تمشي بطبيعتك. اسمعني ظهر لي كعبرتها روحك. لا لا عادي استنى. كل نهار انت تحط فيها على البسكوله؟ لا بعيني البسكوله، عيني البسكوله. تسكاني؟ حافظها بالطبيعه. هي خذيتها مصلي على النبي هكا. ايه عوين دكا ستيل. اي جابت زوج. حط مدبت بس ستيل زاده. تحبش الطفل الدبدوب. جبيبه تاخذ لها ولا قطيعه ذهب ولا هكا مونجيله كيف ما نعرف انا. لا ناخذ لها معاه. ايه. ناخذ لها. مش حق الملح. لا حق الملح لا. طيبه الشوكولاته في عيد الحب نهز لها كادو. ايه. كل يوم تاكل في الحوت. ايه. وديما نضحك في وجهها. ايه. وجايب منها زوج نوارات. منها زوز نوارات. ايش ليا ذاك بلاش يا ذاك بكل سعاده.